معي من لندن للتعليق على كل هذه الأخبار الأستاذ عادل درويش الكاتب والصحفي الكبير. مساء الخير يا أستاذ عادل. مساء الخير، بس في صوت تاني متداخل معايا عن إذاعة بالإنجليزي. لا أنا ما فيش إذاعة بالإنجليزي، وأنا سامعاك سامعاك كويس. أنت سامعنا كويس؟ يعني سامعك، بس بقول لك في حاجة متداخلة تانية معايا. طيب أوكي. يعني عن إيه؟ عن الأزمة السورية. طبعا، يعني النهاردة التراشق كان ما بين بوتين وأوباما أساسا على مصير بشار الأسد، كيف قرأت الخطابين؟ هو طبعا أوباما يعني بيتميز بأنه ملوش أي سياسة خارجية واضحة، أنه متردد، أنه لا يمكن الاعتماد عليه، وأنه عاجز عن اتخاذ قرارات. رئيس الوزراء بتاعنا كان ماشي تابعه، وكان يعني الناس كلها هنا قالت أن ليس من الحكمة ترديد القول بأن لابد من التخلص من الأسد، سقوط الأسد، لأن ذلك يعني أن لما تحصل لجنة سلام عالمية أو بلاد لتواصل تسوية في سوريا، بريطانيا مش هيكون لها مقعد. وبالتالي احنا بريطانيا غيرت النغمة في 48 ساعة الأخيرة دي زي ما عملت المستشارة أنجيلا ميركل، وهي ان لابد او من الضرورة التفاوض مع الأسد واعتباره جزء من هذا الحل. بالنسبة لروسيا، روسيا كان لها استراتيجية واضحة وسياسة ثابتة لم تتغير، في حين ان الغرب كانت سياسته غير واضحة، لأن فيما يتعلق حتى بمحاربة داعش ومحاربة الإرهاب الإسلامي، يعني أنا كتبت من يومين وقلت إن هم في أربع دول فقط اللي هم متخذين إجراءات جادة في محاربة الإرهاب الإسلامي: روسيا مدة فترة طويلة، ثم مصر، ثم الأردن، ثم الإمارات العربية المتحدة. بقية البلدان حتى المشتركة في التحارب ضد داعش ليس لها خطة واضحة وجادة في محاربة داعش. تتوقع انه يعني انت بتكلمني فعلا على تغير النبره خلال 48 ساعه لماريكل وكاميرون، تتوقع عندما يلتقي بوتين واوباما بعد قليل انه حاجه معينه هتخرج من هذا اللقاء، بمعنى انه سيتفق على مصير الاسد، ولا ايه توقعاتك؟ اعتقد نقطه الاتفاق الوحيده، نعم تفضل، نقطة الاتفاق الوحيدة هتكون حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية، كل منهم هيتمسك بموقفه. لا تنسي إن لكل منهم جمهور في الداخل. بوتين لا يريد أن يظهر بموقف ضعف أمام وسائل الإعلام الروسية التي تتحدث الموقف في الداخل. أوباما هناك انتخابات قادمة ويريد إنجاح الديمقراطيين، وبالتالي كل من يتمسك بموقفه سنرى مع يعني ما يصحن عنه البيان. أعتقد أن سيكون هناك جزء مهذب، ربما يكون هناك اتفاق فيما يتعلق بالبيئة، اتفاق فيما يتعلق بمساعدة اللاجئين، لكن التصريحات اللي قالها أوباما هل ستراجع عنها؟ لأنها تصريحات غير حكيمة. يعني كيف يمكن لأمريكا أن تكون مشاركة في الحل السياسي وطرف قوي يدعمه الروس أوباما يطالب بإسقاطه؟ فهذه نقطة لا أرى أنها يعني ستكون نقطة لقاء. بس أوباما لأول مرة بيتكلم على كومبرومايز يا عادل، يعني دي هذه الجمل كلمة الكومبرومايز يعني أول مرة تطرح، وبعدين لا ميركل ولا كاميرون هيغيروا مواقفهم كده إلا بإشارة واضحة من أوباما. لا، هو كان في ضغط هنا في الرأي العام الداخلي قبل أن يقول أوباما. صحيح أن رئيس الوزراء يوم أعتقد من حوالي تقريبا خمس أيام كان في مكالمة طويلة بينه وبين الرئيس أوباما، طبعا ما عرفناش مدى يعني محتوى هذه المفاوضات، لكن ميركل سبقت الموقف الفرنسي والموقف البريطاني في مسألة ضرورة التعامل مع الرئيس الأسد. رأينا أن وزير الخارجية هنا غير موقفه في حوالي أربع ساعات، فيليب هاموند وزير الخارجية غير موقفه وقال ان الاسد يعني يكون جزء من مرحله انتقاليه. طبعا كلام يعني غير منطقي. وبعدين
رجع تغيير موقف خالص. التصريحات اللي قالها رئيس الوزراء وهو على الطيارة، الزملاء الصحفيين المسافرين معاه، تختلف عن التصريحات اللي قالها بعد ما نزل من الطيارة. فربما كان على حقك هنا هناك ربما إشارة من أوباما، لكن أوباما كان موقفه أكثر تشددا من موقف الأوروبيين بالنسبة لأسر. لكن لما قال كلمة كومبرومايز، ربما يكون كومبرومايز من جانب الأطراف الأخرى المشاركة في العمليات يعني السورية، ما تسمى بالمعارضة، لكن كومبرومايز من جانب رئيس الولايات المتحدة نفسه أمام الرئيس الروسي، أعتقد أنها سيكون لها وقع سلبي على الحملة الانتخابية. يعني تقييمك ايه للموقف المصري اللي بدا اكثر وضوحا؟ لسه السيسي ما اتكلمش، لكن في حواره مع سي ان ان ابتدى يتكلم على الجيش السوري يجب الا ينهار، وان مصير بشار يمكن بحثه مع المعارضه، لكن يعني ابدى مخاوفه من سقوط سوريا في قبضه الارهاب. ده اوضح موقف للسيسي الحقيقه حول موضوع السوري. يعني فكرك بإجابتي على السؤال الأول. أنا قلت إيه؟ قلت البلدان التي لها استراتيجية واضحة في محاربة الإرهاب وموقفها لم يتغير، بالذات الإرهاب الإسلامي، الإسلام السياسي، هي روسيا ومصر، تليها الأردن. الأردن اتخذت موقف متشدد بعد اختطاف الطيار وبعد تحول في الرأي العام. الإمارات موقفها أيضا ثابت بسبب محاولات الإخوان المسلمين عمل انقلاب داخل الامارات. بقيه البلدان المشتركه فيها التحالف ليس لها استراتيجيه واضحه، بل على عكس القوى الكبيره وهي تركيا، يعني بوشين زي ما بيقول التعبير المصري، يبدو انها يعني غارات صغيره وبسيطه ورمزيه على داعش، ربما بيخبروهم يعني مسبقا، بينما الاسلحه والمساعدات لداعش من جانب تركيا مستمره. سؤالي الاخير، الاسد مصيره ايه بعد كل هذه الخطابات يعني اللي فيها كثير من الكلام السياسي؟ يعني في النهايه مصير الاسد بيبحث تحت قبه الامم المتحده ولا يبحث في سوريا، شايف مصير الاسد ايه؟ هيقعد على الترابيزه للتفاوض؟ هو لو شاطر يجب ان يجلس على الترابيزه للتفاوض، او حتى يبعث احد من الذين يثق فيهم، لكنه كان يجب ان يقدم مبادره كبيره بحيث يقرر هو مصيره بنفسه كرئيس لحكومه انتقاليه، ربما يعني يضمن لجوء سياسي في بلد كروسيا او بلد كايران، لكنه كان يجب الا ينتظر يبحث الاخرون مصيره. هو ليس ربما بحنكة ومكر وخبث المرحوم والده أبو حافظ الأسد، يعني كان له باع طويل في الدهاء السياسي. حافظ بشار الأسد فاتته فرصة أن يقدم هو المبادرة ويصبح هو الرجل الطيب. هو الوقت لم يفوت بقى، يمكنه ان يفعل دلوقتي. بالعكس، دلوقتي احسن وقت ان هو يقدم هو المبادره ويشوف هيخرج بازاي او كيف سيستمر. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل درويش، كاتب الصحفي من لندن.